أهلا بكم. حزن كربلاء اعتلى السماء، وفي يوم الأربعاء فغابت شمس الحسين لمصاب قمر العباس، وترك ليل زينب وحيدا. هدوء، هناك صوت يلوح في الأرجاء، خيم على الأجواء كأنه صوت العقيلة وهي تستغيث بالكافل، لا بل كأنه صوت العيال يستنجدون بمن يطفئ نار الخيام قبل رحلة السبي إلى الشام. أو ربما هو صوت تشيع الأكبر إن لم يكن صوت نعي مشرعة ساقي العطاشة، أو هو فرس الحسين عائدا منكسر الظهر. اليوم يعلن مجلس الحسين التصويت بالإجماع على تسمية محافظة كربلاء عاصمة للأحرار والأنصار، لتكون قبلة للثوار، على أن تكون الشام مهيئة لاستقبال الأيتام، وتقف زينب بوجه الظلام وتوجه رسالة العلماء والأعلام على منبر ابن الطلقاء: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا. أهلا بكم.